لكن من برضو الكورونا، عارف بنلف وندور حوالين الكورونا يعني. عايز اشوف الكورونا في زمن الفراعنه، كورونا في زمن الفراعنه، بمعنى ادق الاوبئه في الازمنه الماضيه كان اخبارها ايه؟ هل حصل اوبئه في ايام حكم الفراعنه وكتبوا ده على جدران معابدهم؟ معايا الباحث في علم المصريات الصديق العزيز دكتور وسيم السيسي. مساء الفل دكتور وسيم. اهلا وسهلا، مساء النور يا استاذ خير. اخبارك ايه مع الحظر والقعده في البيت؟ وانا قاعد في البيت طبعا لازم راعي حاجه زي كده يعني. ما بخرجش طبعا يعني، مع ان مقفل على كل حاجه يعني، لا عيادات بروح ولا مستشفى بروح. معلش خلينا ندردش معاك، حصل وباء كبير في عهد اي حاكم من حكام الفراعنه وسجل هذا الوباء على جدران المعابد مثلا؟ هو يعني سجل ان كانت في اوبئه بتحدث، وعرفنا ان هذا الوباء هو وباء الطاعون، وان لم يذكر بالاسم لاننا عرفنا ان في هذا الوباء كان بيعتبروا ان القطه او القطط مبعوثه من العنايه الالهيه، لانها حيثما تكثر بيختفي هذا الوباء. طبعا هو ما ذكروش، لم يذكروا ان موضوع الفئران ولا اخره. نعم. انما هم نظروا الى ان وجود القطط انما هي تقضي على هذا الوباء. انما طبعا الاوباء في كل العصور، يعني مثلا في سنه 1447 حدث وباء الطاعون، العالم فقد 200 مليون، مصر فقدت 200 الف، واوروبا فقدت تلت السكان بتاعتها، والملوك راحوا في هذا الوباء بتاع الطاعون. لم ينجو الا البابا في الفاتيكان، لان احاطوا القصر بتاعه بالنيران لمده 4 اشهر، فطبعا النيران كانت كفيله بان تقضي على اي فار ممكن يتسلل او اي بكتيريا ممكن تروح او الى اخره. مصر برضو تعرضت يعني في العصر الحديث لوباء الكوليرا 3 مرات، كان آخرها سنة 1947، وحتى يعني عبر عنها علي بيك الجارم اللي هو كان الشاعر الموهوب ده، لما خاطب وباء الكوليرا هو الميكروب شكل الواو، فقال له: لست كالواوي، أنت كالمنجل الحصادي، إن أحسن لك التشبيه. يا ثقيل الظلال آذيت بالمال وبالنفس، فالرحيل الرحيلة رب طفل تركته أمه من غير سجي، يضرب الأرض دقة وعويلة. لكن الفراعنة في تاريخهم ما سجلوش لنا على جدران المعابد وباء جاي. احنا وجدناها، لا ما تسجلتش، انما هي سجلت في البرديات الطبية ان هناك امراض كانت يعني تكتسح، انما كانت قليلة جدا، لان مصر كانت تكافحها بالنظافة وبالمية، وهي بلد المية. وعشان كده هيرودوت قال: قيود النظافة في مصر شديدة جدا، المرأة تستحم مرتين ورجال الدين مرة قبل كل صلاة، ولكن يبدو أن مناصبهم الرفيعة تعوضهم عن هذا العناء. وقال: عجبت للمصريين يتناولون طعامهم بالخارج ويقضون حاجتهم بالداخل، لأن البلد الوحيدة اللي كان فيها صرف صحي كانت هي مصر. نعم. يعني وعشان كده حتى المقريزي نفسه اتكلم لما اصابت الاوبئه المنطقه دي كلها، فقال: سلمت مصر من الحر والبرد، طاب هواؤها وخف بردها وضاعف حرها، وسلم اهلها من صواعق تهامه وجرب اليمن ودمامل الجزيره وطواعين الشام جمع طاعون. فكانت الدنيا كلها اوبئه حوالينا، ولكن مصر بالنسبة لقيود النظافة الشديدة منذ عصر الفراعنة حتى في العصور الأخرانية دائيا، فهي حاميها إلى حد كبير. وواضح كمان حتى وباء الكوليرا اللي هاجم مصر أخيرا 3 مرات كانت كلها جاية من بره. أول مرة كانت 1883 جت لنا مع قبطان هندي، وبعد كده 1902 جت لنا من معسكر للإنجليز، وبعد كده هون
وبعد كده هو جات لنا برضو اخيرا كانوا من 2 عساكر انجليزي اللي بتاع سنه 1947. والله حتى في الوباء بتاعنا الايام ده هي كلها جايه لنا من بره. صحيح. يعني حتى ناصر لوزه امبارح كان معايا على التليفون بيقول لك راجع من لندن، يعني جايبها من لندن وجاي يعني. طيب انا بشكرك دكتور وسيم السيسي، وخليني